السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي وتلفزيون نور دبي. طرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل على 4006. موضوعنا عن العظام وصحة وسلامة العظام عند الأطفال وأيضا كيفية التعامل معها طبعا منذ الصغر، موضوع الوقاية منذ الصغر، كيفية الاهتمام بها منعا لحدوث الحالات المرضية التي تحدث في مرحلة الطفولة الباكرة وأيضا قد تحدث لاحقا بسبب الإهمال. ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل؟ عوامل الخطر كيف نتعامل معها؟ وأيضا دور الأهل، دور الأهل طبعا كثير مهم في هذا المجال. ضيفنا الدكتور محمد المصري، استشاري طب الأطفال في NMC بروفيتا كلينيك، وطبعا هذا الأمر يتطلب من الأهل الاهتمام بالتغذية من ناحية، هذا نقطة مهمة أساسية فيما يتعلق بالعناصر المعدنية التي يحتاجها الطفل وأيضا المجموعات الغذائية كي يحصل على العظام وصحة وسلامة العظام، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بنمط الحياة والرياضة وغير ذلك. الرياضة في الصغر تعني صحة وحيوية في الكبر. دكتور محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور. يا مرحبا. نتكلم إذن عن كيفية الوقاية، كيفية المحافظة على صحة وسلامة العظام عند الأطفال منذ الصغر، تفضل. شكرا جزيلا، شكرا دكتور بسام على الاستضافة، وتحياتي للمستمعين الكرام. يا مرحبا، تفضل. أهلا. في البداية دكتور، أنا نتكلم عن تكوين النسيج العظمي بشكل عام. النسيج العظمي بشكل عام يتكون من مادة بروتينية تسمى الكولاجين، وهي المادة بتحفظ للعظم هيئته وبتخلي المرونة دائمة. وكذلك يحتوي النسيج العظمي على عناصر مثل الكالسيوم والفوسفات، وهاي العناصر بتكسب العظم القوة والصلابة. على مدار حياة الإنسان بتمر هذا النسيج بعمليات إعادة تشكيل وتحلل للعظام القديمة واستبدالها بعظام أخرى جديدة. هاي العملية بتبدأ منذ الصغر، منذ الولادة وحتى عمر 30. يعني على عمر 30 بيبلغ الإنسان أقوى فترة من ناحية الصلابة العظمية. بعد سن 40 بتبدأ العظام بالوهن بالتدريج مع تقدم العمر. ولذلك يعني أهمية الموضوع بالنسبة للأطفال هنا، اللي هو إنه إذا بدأنا إحنا منذ الطفولة ببناء عظام قوية، هذا الشيء راح يكون ويضع أساس قوي لصحة العظام طوال حياة الإنسان. وهذا الشيء بمنح الطفل طبعا القدرة على الحركة مستقبلا والمرونة في الجسم اللي بتخليه يمارس الأنشطة المختلفة دون أي صعوبة أو شعور في التعب. وبالتالي طبعا بتحمي الطفل من أمراض مختلفة مثل هشاشة العظام، وخاصة مع التقدم في العمر، وكذلك من الكسور الناتجة عن الإصابات المحتملة أثناء فترة الطفولة. إذن منذ الصغر، وهذه طبعا حينما يقوم الأهل أو تقوم الأم أو حتى الأب بزيارة طبيب الأطفال كزيارات دورية، ما نذهب، هذا الأمر أكرره كثيرا، ما نذهب إلى الطبيب فقط في حالة المرض، يعني زيارات دورية منذ مراحل الطفولة الباكرة، منذ مرحلة الطفولة الباكرة. حينما نذهب بالطفل مع الطفل إلى عيادة طب الأطفال، فالطبيب يقوم بتقييم حالة الصحية للطفل وليس المريض. وإذا كان هناك أي مشكلة أو حالة مرضية أو نقص أو في عناصر معدنية في مجموعات غذائية، لاحظ الطبيب أن هناك أمرا ما، فتدخل الباكر يقينا من المخاطر. لكن إذا أردنا أن ننتظر لأسبوع أسبوعين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، فهذا الأمر يتطور، الحالة تتطور، وبالتالي ما كان بالإمكان معالجته بدواء بسيط أو بتغيير بسيط في الحياة
في أغذية معينة، في فيتامينات معينة، قد نحتاج إلى تدخل آخر أو تدخلات أخرى أو تحاليل أخرى، ونعرض الطفل إلى بعض الأمور التي لا يعني نرحب بها دائما، باعتبار كل شيء له تأثيرات جانبية خصوصا إذا تكرر. إذن التركيز على الزيارات الدورية، فالطبيب بيكون مرتاح، الطفل بيكون مرتاح، الأهل بيكونوا مرتاحين، فلماذا نتأخر وندفع الفاتورة المكلفة لاحقا؟ ضيفنا الدكتور محمد المصري، استشاري طب الأطفال في مركز NMC بروفيتا، وطبعا حديثنا عن كيفية المحافظة على صحة وسلامة العظام منذ الصغر عند الأطفال. نعم. هل هناك أعراض معينة، مظاهر معينة يجب على الأهل أن يكونوا عارفين بها دكتور محمد؟ طبعا دكتور بسام، احنا منذ اليوم الأول يعني للطفل يجب أنه نبدأ الاهتمام زي ما حكينا، من الاهتمام بالفحوصات الدورية، أنه الكشف المبكر على الأطفال، لأن هناك في بعض الأمراض يعني تبدأ حتى من خلال فترة الحمل. فلذلك نهتم في البداية من تغذية الطفل الرضيع بالحليب، الاهتمام بهذا الموضوع، ويجب التركيز يعني على الأم لإعطاء الطفل الحليب الكافي من أجل تقوية عظامه، وخاصة يعني احنا بنشجع دائما على حليب الثدي، حليب الأم، لأنه يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها جسم الطفل. بالإضافة إنه إحنا يعني حاليا بنحاول إنه زي ما تفضلت أنت إنه ما نستنى إنه حتى لا قدر الله تهجم الأمراض على الطفل، لا، إحنا من دائما الوقاية خير من العلاج. فلذلك حاليا بدأ كمان في مرحلة الرضاعة أو المرحلة المبكرة للأطفال إعطاء بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين دال، وفيتامين دال طبعا هو يدخل في ترتيب العظام، وهو ضروري طبعا للوقاية من مشاكل العظام مثل مرض الكساخ، ويحسن بنفس الوقت امتصاص الكالسيوم بالجسم. ولكن يجب أنه استشارة الطبيب حول كمية إعطاء الفيتامين دال بالنسبة للأطفال. بالنسبة برضو احنا بننصح الأمهات برضو بعد عمر 6 شهور، عندما يصير الطفل يبدأ بأكل الطعام، طبعا وقتها احنا بنصير ننصح الأمهات ببعض العناصر الغذائية المهمة جدا اللي بتساعد على ان الطفل يحصل على عظام سليمة في المستقبل. من أهم هاي الأشياء المواد الغذائية اللي بتحتوي على عنصر الكالسيوم. عنصر الكالسيوم طبعا من أهم العناصر اللي بتشكل العظام، لأنه تقريبا تحتوي على 40% من وزن العظام. ولذلك بننصح بإدخال المنتجات اللي تحتوي على الكالسيوم مثل الألبان قليلة الدسم، الفاصوليا، المكسرات، الخضروات ذات الأوراق الخضراء، عصير البرتقال. هاي الأشياء تحتوي على يعني عناصر غنية في مادة الكالسيوم. أما بالنسبة إذا بدنا نعطي الأطفال مكملات الكالسيوم فلا يعطى، يعني مش بحاجة الطفل إن نعطيه الكالسيوم إلا إذا كان محتاج الكالسيوم وعنده نقص في مستويات الكالسيوم في الدم، في هيك حال إحنا بنعطيه مكملات الكالسيوم، وأما غير ذلك فهي غير ضرورية، لأنها قد تؤدي أحيانا إلى فرط الكالسيوم في الدم وما يعقبه من أضرار صحية. نعم. إذن يعني ليس فقط الحليب هو المصدر الأساسي للكالسيوم، هناك الخضروات ذات الأوراق الخضراء غنية بالكالسيوم، الفاصوليا، المكسرات، البذور، كثير مهم طبعا نضيف نعم نضيف هذه الأطعمة للطفل منذ الصغر، يعني في مرحلة الاستعداد للفطام، وأيضا إدخال الأطعمة الأخرى تدريجيا
كخضار مهروسة مطبوخة، لحوم حيضة أيضا. بالنسبة لفيتامين د بإمكاننا طبعا أن نعطي السمك بأنواع مختلفة حسب سمك السلمون وغيره طبعا، نعم وبشكل تدريجي. بالضبط. إذا عودنا الطفل دكتور محمد بهذه الطريقة منذ الصغر على مثل هذه الأغذية، فهو لن يكون بحاجة إلى المكملات الغذائية إلا إذا كان في عنده حالة مرضية كأسواء الامتصاص، مشاكل هضمية، مشاكل في الامتصاص، وحالات مرضية أخرى أيضا. صحيح 100%. طبعا نعم يعني في هيك حال احنا بنعطيهم اللي هو الكالسيوم والفيتامين وفيتامين د، نعم لانه نقص فيتامين د يؤدي الى مرض الكساح. نعم فاحنا في هيك حالات يعني اذا كان الطفل ما بياخذ او انه الطفل ما بياخذ الكميات المناسبه من الكالسيوم او فيتامين د، وقتها احنا بنكمل له بالعلاجات والادويه. طبعا فيتامين د مهم جدا لنمو العظام نعم ويساعد في تقوية عظام الأطفال، فلذلك احنا برضو بنبدأ ننصح الأمهات بتعريض الطفل إلى أشعة الشمس الصباحية لمدة من 15 إلى 20 دقيقة. طبعا هذا الشيء برضو يعني زي بيعطينا كأنه بنعطي الطفل فيتامين د، لأنه مع أشعة الشمس هذا الشيء بيساهم إنه بتكوين هذا الفيتامين وبالتالي زيادة امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام بالنسبة للطفل، نعم مع تجنب إن طبعا نعرض الطفل لأشعة الشمس وقت الظهيرة لتجنب الإصابة بضربات الشمس. نعم طيب، النصيحة الذهبية، النصيحة الختامية دكتور محمد. نعم النصيحة الختامية بالنسبة بالإضافة طبعا إلى ما ذكرناه من الأغذية نعم المناسبة ومن ممارسة العادات الصحية السليمة، احنا بننصح بقوة الأطفال في خصوصا مرحلة المراهقة أو قبل مرحلة المراهقة بممارسة الرياضة، لأن الرياضة برضو طريقة قوية جدا في تقوية العظام عند الأطفال. وطبعا هناك ارتباط وثيق بين ممارسة الرياضة وقوة العظام. والأنشطة الرياضية اللي احنا بننصح فيها عادة أهم نشاط اللي هو السباحة. السباحة طبعا من أهم الرياضات اللي بتساهم في تقوية العظام، ولأنها تتطلب تحريك كافة أجزاء الجسم أثناء الممارسة. المشي والركض طبعا مهم جدا، ركوب الدراجة برضو بيساهم في تقوية العضلات لدى الأطفال، القفز، التسلق، هاي يعني رياضات منها رياضات أول شيء مشوقة وممتعة للأطفال، وثانيا بتساهم في تقوية عضلاتهم وتقوية العظام بالتالي والحصول على جسم صحي ومتوازن في المستقبل. نعم، إذن كل الشكر لدكتور محمد المصري استشاري طب الأطفال والرضع في مركز NMC بروفيتا. دكتور محمد شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم. يا مرحبا.